نصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح وأهمها. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح بمطار العلمين الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات اللي بتشهدها المنطقة. كمان تم بحث الفرص العديدة الواعدة بين البلدين ولتعزيز الشراكة الاستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر في أولى زياراته الخارجية منذ تولي سموه مقاليد الحكم بالإمارات الشقيقة. سلام دولة الإمارات العربية المتحدة. سلام. سلام. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد مباحثات قمة بين الزعيمين لتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية. كذلك تم بحث موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح ايضا عقد اجتماع تابع فيه السياسات الماليه وتطور مؤشرات الاداء المالي للدوله المصريه. وجه سيادته بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الامن للموازنه العامه للدوله، كمان ايضا صياغه استراتيجيه متوسطه المدى تستهدف اكبر قدر ممكن من خفض نسبه الدين وايضا اجهزه الموازنه العامه للناتج المحلي. خلينا نتابع. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة، وقد تم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021-2022، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغت نسبته 1.3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4.7%. كما شهد العام المالي 2021-2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14.8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة 23%، لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة،
مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي. الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصة في قطاع الضرائب والجمارك والتأمين الصحي الشامل والشبكة المالية الحكومية وحساب المرتبات إلكترونياً والدفع والتحصيل الإلكتروني. وبالنسبة للضرائب، فقد اطلع السيد الرئيس على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني بدءاً من شهر يوليو الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلاً عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات. وعلى صعيد قطاع الجمارك، تم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصة ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام، مواكبة للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد، وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التي تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير. وقد وجه السيد الرئيس بسرعة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلاً عن التدقيق في التشغيل من خلال أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راق، ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة. من ناحية أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين. كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري، وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي للعام المالي 2021-2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020-2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية. تدريب المشترك هرقل 2 انطلقت فعالياته في مصر بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية والإمارات واليونان وأبروس، ده غير مشاركة الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب. وهتستمر فعاليات التدريب على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بمناطق بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية. القوات المسلحة وقعت عقد إنشاء المركز الدولي البحثي والعلاجي للخلايا الجذعية. ده تم بالتعاون بين مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة مع شركة سيمكس الأمريكية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية بما يساهم في تقديم خدمات طبية متطورة في مصر. كلية الدفاع الجوي وقعت بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية. البروتوكول بيستهدف تحديد الدرجات العلمية عسكرية مدنية اللي بتمنح لخريجي كلية الدفاع الجوي لرفع درجة تأهيلهم علميا وعمليا للخدمة بالقوات المسلحة. كمان البروتوكول بينظم آلية تقديم المساعدة العلمية والبحثية والمشورة الفنية بين الجانبين. كمان امبارح كان في اخبار مهمه، منها الاجتماع اللي عمله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من اجل متابعه ملفات العمل المشتركه
والتكامل ما بين وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والأثار. كمان أيضا إعلان هيئة الرعاية الصحية استجابتها ل 97% من شكاوى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لملفات العمل المشتركة بين وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والآثار، وأكد دكتور مدبولي على ضرورة التكامل الواسع بين عمل الوزارتين. وقبل الاجتماع المشترك كان في لقاء رئيس الوزراء مع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وأكد فيه دكتور مدبولي على أهمية الترويج لجميع المقاصد السياحية اللي بتسخر بيها الدولة، وقال كمان إنه في تكليفات رئاسية بالعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم، وده من خلال التوسع في استهداف المزيد من الأسواق السياحية الجديدة واستمرار التنسيق مع الغرف السياحية تحقيقاً لهذا الهدف. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي بالفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وتم بحث الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة الطيران منخفض التكاليف Air Sphinx، وأكد رئيس الوزراء على أهمية الخطوط دي لأنها بتساعد في تنشيط حركة السياحة الوافدة من خلال إتاحة رحلات دولية ومحلية بتكلفة أقل للمقاصد السياحية المصرية. امبارح أعلن الدكتور أحمد السكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إن نسبة إنجاز حل شكاوى المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تخطت 97% خلال شهر يوليو اللي فات، وقال إنه في استجابة فورية لحل شكاوى المنتفعين والعمل على إزالة أسبابها. خلونا دلوقتي نروح مع حضراتكم في جولة في المحافظات، ومعنا النهاردة مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت في المحافظات المصرية، وأبرزها افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدينة القناطر الخيرية في القليوبية، والانتهاء من توسعات محطات معالجة صرف صحي ببور فؤاد، وإنجاز 80% من أعمال الرصف بشوارع حي منتزه تاني في الإسكندرية، وأخبار تانية كتير في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من محافظة القليوبية اللي تم فيها افتتاح عدد من المشروعات بمركز ومدينة القناطر الخيرية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والصحة والموارد المائية والري والطرق بتكلفة بلغت 1,460,000,000 جنيه، وده في إطار الاهتمام بالمشروعات الخدمية وتطوير البنية التحتية وبمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة القليوبية. في دمياط الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة قال إنه صحة دمياط تصدرت المركز الأول بين محافظات الجمهورية بإنجاز مبادرة دعم صحة المرأة طبقاً لنسب تحقيق المستهدف الشهري للزيارة الدورية، وأوضح أنه تم تقديم خدمات المبادرة لأكثر من 27,000 منتفعة من الفتيات والسيدات فوق 18 سنة. في بورسعيد تم الانتهاء من مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي بور فؤاد بنسبة أعمال مدنية 70%، وده لخدمة منطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة بور فؤاد، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قال أنه توسعة محطة الصرف الصحي بيتم على أعلى درجة من الكفاءة. في الجيزة قال المحافظ اللواء أحمد راشد إن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع يستهدف تبطين ترع بطول 608 كيلومتر قبل نهاية عام 2024، وقال إنه لحد دلوقتي تم الانتهاء من تبطين 322 كيلومتر على مستوى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع اللي كانت بتعاني من ضعف المياه. في الإسكندرية قال المحافظ اللواء محمد الشريف إن نسبة إنجاز أعمال الرصف اللي بتتم في شوارع حي منتزه تاني وصلت ل 80% من إجمالي الخطة، وده بيأتي استجابة لمطالب أهالي حي منتزه تاني فيما يخص رفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة بالحي، وقال إنه تم تخصيص 15,000,000 جنيه للمشروعات دي. كمان في الإسكندرية أعلنت مديرية القوى العاملة بالمحافظة إنها قامت بتعيين 3,804 من الشباب، منهم 56 ضمن قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، ده غير توفير 1,152 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها. في جنوب سيناء أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور منع نزول المواطنين لكافة الشواطئ لعدم توافر منقذين بها، ما عدا الشاطئ العام فقط اللي هيسمح للمواطنين بالسباحة فيه لأنه فيه منقذين على الشاطئ.
امبارح في الدقهلية انتهت بطولة جزيرة الورد الدولية للتنس للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، واللي أقيمت على مجمع ملاعب نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة لمدة أسبوع، وشارك فيها 180 لاعب ولاعبة بيمثلوا 20 دولة، منها إنجلترا، تركيا، الهند، المغرب، التشيك، المجر، مصر، السويد والأردن. في العالمين النهاردة هتنطلق فعاليات سباق الهجن على أرض مضمار نادي الهجن، وأعلن عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن أنه تقرر انطلاق فعاليات سباق الهجن برعاية ودعم اتحاد سباقات الهجن الإماراتي. السباق ده بيعد الأقوى من نوعه، وهيشارك في التنافس على أول الأشواط 900 جمل حضرت من كل محافظات مصر. امبارح قام المستشار علي أبو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية بزيارة لمدينة حلايب، تفقد خلالها قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مجمع محاكم حلايب، وكمان التقى عدد من المسؤولين بالمدينة، ورحب مشايخ القبائل بزيارة رئيس المحكمة لمدينة حلايب، وطلبوا بسرعة إنشاء المحكمة لخدمة أهالي المنطقة.